تحية مجددة لكم مشاهدي الكرام، وهذه المرة سننتقل بكم من استوديو البرنامج إلى ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، حيث الزميل من هناك علي بن سالم البادي ينقل لنا تفاصيل استمرار الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19. من جديد إليك الكلمة يا علي، وصباحات الخير المشرقة. شكرا زميل سيف، وأهلا مجددا بمشاهدينا الكرام، حيث هذا النقل المباشر من هنا من ولاية صحم، حيث أحد المراكز التي خصصتها المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، التي خصصت 6 مراكز للتحصين في مختلف ولايات أو في جميع ولايات المحافظة، ومن هذه المراكز مركز ولاية صحم الذي تستمر فيه الجهود من الكوادر الصحية لتقديم اللقاح للمستهدفين الفئات المستهدفة، وبالتالي نحن لنقترب أكثر من السير العملية هنا في هذا المركز. نستضيف الأخت الفاضلة فاطمة بنت خميس الصالحية، الممرضة القانونية. فاطمة صباح الخير، وبداية حدثينا عن كيف هي تسير الأمور التنظيمية هنا في هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أحب أشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء في هذه الحملة الوطنية للتحصين. المرحلة التنظيمية الحمد لله رب العالمين، سير العمل يتم بنظام وإشراف تام في منظمين وفي داعمين وفي متطوعين طبعا، والحمد لله كل شيء يكون منظم من حيث الاستقبال حتى اللي هو أخذ الجرعة للمتلقي، ولله الحمد. طيب فاطمة، كيف تنظرين إلى مدى الإقبال من المستهدفين للتطعيم؟ ولله الحمد هنالك إقبال جيد جدا من المواطنين كما نشهده في جميع ولايات المحافظة وكذلك السلطنة، وهنا بالأخص ولاية صحم الحمد لله رب العالمين الإقبال جيد جدا، وهذا ما يدل إن دل يدل على مدى وعي المواطنين بمأمونية اللقاح وأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا. طيب فاطمة، من المؤكد أن هناك فئات هم من كبار السن وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المحتاجين لعناية خاصة، كيف تتعاملون هنا في المركز مع هذه الفئة؟ ولله الحمد تم تخصيص فريق خاص لخدمة هذه الفئة، وهو فريق خاص للخدمة في السيارات، يكون يعني هو الفريق يطلع للسيارات لإعطاء لهم الغير قادرين على الدخول للمركز وإعطائهم داخل السيارة. فاطمة، يعني أيضا بين الحين والآخر تظهر بعض الشائعات حول التي يرددها البعض حول عدم مأمونية اللقاح، كيف نستطيع أن نواجه، خاصة أنتم كعاملين صحيين، أن نواجه مثل هذه الشائعات؟ طبعا في بداية أنصح أي شخص تصله أي إشاعة أو معلومة أن تقف عنده وعدم نشر هذه المعلومة حتى التأكد من مصادرها الأساسية والرسمية، طبعا حتى لا نكون سبب في عدول بعض المواطنين عن أخذ اللقاح، وبالتالي يؤدي إلى انتشار للفيروس مما لاحظناه في بعض الأشخاص أدى إلى الوفاة، وهذا يعني شيء لا نرجو أن نصل إليه. طيب، لمن هم تلقوا اللقاح سواء في جرعة واحدة أو جرعتين، هل يعني البعض يرى أن هذا من الممكن أن يغني عن اتباع بعض الإجراءات الاحترازية، كيف نشير لمثل هذه الأفكار؟ طبعا هذا غير صحيح وتصرف خاطئ، اللقاح هو يعتبر أحد الحلول للحد من انتشار الفيروس وليس الحل الوحيد، لذلك يجب علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية، لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بانتظام،
اللقاحات بشكل عام هي لا تمنع الإصابة، وإنما هي تقلل من نسبة ترقيد في المستشفيات في وحدات العناية المركزة، وتقلل من نسبة الوفيات. لذلك لا نعتمد اعتماد كلي على اللقاح فقط، وإنما يجب علينا الالتزام وأخذ الإجراءات الوقائية بمحمل الجد. طيب فاطمة، يعني في ختام هذا الحديث، يعني أنت كأحد الكوادر أو واحدة من الكوادر الطبية العاملة في الخط الأول في مواجهة كوفيد-19، في هذا المقام ما هي رسالتك للعامة؟ طبعا أنصح الجميع ومنهم من ضمن الفئة المستهدفة بالتوجه إلى مراكز التطعيم وأخذ اللقاح والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم الالتفات إلى الشائعات والرجوع إلى المعلومات، يعني أي معلومة تصلكم الرجوع إلى مصادرها الرسمية والصحيحة، والرجاء كل الرجاء عدم نشر الشائعات. طبعا ضرورة الالتزام بالإجراءات اللي هو لبس الكمام بشكل صحيح، التباعد الاجتماعي كما قلنا، والانتظام بنظافة اليدين، كما أيضا عدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة. كما أوجه الشكر الجزيل لجميع الكوادر الطبية في السلطنة على ما يبذلوه من جهود جبارة في القضاء على هذه الجائحة، كما أخص بالشكر الطاقم الصحي في ولاية صحم، وكما أخص المنظمين والداعمين وجميع المتطوعين وجميع من ساهموا في إنجاح هذه الحملة. أخص بالذكر الدكتور حمود الفزاري مدير مستشفى ومجمع صحم الصحي، الأستاذ سالم الشافعي رئيس قسم. طيب إذا هكذا مشاهدينا الكرام كنا في هذا النقل المباشر للحديث عن سير الأعمال في مراكز التحصين ضد كوفيد-19 في ولايات محافظة شمال الباطنة. شكرا لضيفتنا الفاضلة فاطمة بنت خميس الصالحية الممرضة القانونية، شكرا لكم مشاهدينا الكرام أيضا على هذه اللحظات التي كنتم فيها معنا، وننتقل الآن إلى محطة أخرى والزميل محمد فضل محمد. وشكرا.